وفي مثل هذا اليوم من سنة 31 و100 للهجرة الموافقة لسنة 49 و700 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. وذكر حجاج البصرة خبر وفاة الفقيه أيوب بن أبي تميمة السختياني سيد فقهاء البصرة وعالمها في عصره. كان مرموق المكانة، محدثا جامعة، عدلا، ثقة، ثبتا في الحديث، كثير العلم، بالغ الحجة، ورعا مشهورا بالزهد. ولد ونشأ بالبصرة، يقال إنه روى نحو 800 حديث. مات في طاعون البصرة ودفن بها وله من العمر 64 سنة. وذكر حجاج حران خبر موت العباس بن الوليد بن عبد الملك وهو أمير من كبار القادة، كان يقال له فارس بني مروان، قاد الجيش مع عمه مسلمة بن عبد الملك، وافتتح مدناً وحصوناً كثيرة من بلاد الروم، ولاه أبوه على حمص وعينه لقيادة الكثير من المغازي. سجنه الخليفة مروان بن محمد الأموي في حران فمات في سجنه. وذكر حجاج البصرة خبر وفاة العلامة واصل بن عطاء، وهو رأس المعتزلة ومن أئمة البلغاء والمتكلمين. سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري، وهو الذي نشر مذهب الاعتزال في الآفاق. ولد بالمدينة ونشأ بالبصرة، وكان يلثغ بالراء فيجعلها غينة، فتجنب الراء في خطابه وضرب به المثل في ذلك. وذكر حجاج خراسان خبر انتصارات قحطبة بن شبيب الطائي قائد جيوش أبي مسلم الخراساني على جيوش الأمويين في عدة مواقع، حيث كان قحطبة قد استولى على الري وأصفهان، وتتبع القائد الأموي نصر نسيار الذي توجه إلى همدان، ومات في قرية ساوى القريبة منها، والذي انتهى بموته حكم بني أمية في خراسان وفارس. ثم توجه قحطبة إلى العراق لقتال أميرها يزيد بن هبيرة، فأنجده الخليفة الأموي مروان بن محمد بجيش يقوده حوثرة بن سهل البابلي، لكن قحطبة تمكن من هزيمة ذلك الجيش، فسار ابن هبيرة وعسكر في الكوفة، واتجه قحطبة إليه وعبر الفرات لملاقاته، وبذلك يكون قحطبة قد هيأ الأجواء لقدوم جيوش العباسيين من خراسان. وذكر حجاج إفريقيا خبر قمع ثورة الخوارج الإباضية، قيام عبد الرحمن بن حبيب أمير إفريقيا بقمع ثورة الخوارج الإباضية، وقتل زعيميها عبد الجبار بن قيس المرادي والحارث بن تليد الحضرمي، وذلك بعد أن قامت الخوارج الإباضية بالاستيلاء على طرابلس وقتل عاملها انتقاما لقتل إمامهم عبد الله بن مسعود التجيبي. في مثل هذا اليوم صادف بداية سنة 38 و700 للهجرة الموافقة لسنة 38 و300 ميلادية. خارطة العالم الإسلامي. بدأت هذه السنة وكانت دولة بني حفص في إفريقيا وعليهم أبو بكر الثاني بن يحيى الحفصي، وكانت دولة بني عبد الواد في المغرب الأوسط وعليهم عثمان بن عبد الرحمن الزياني، وكانت دولة بني مرين في المغرب الأقصى وعليهم علي بن عثمان المريني. أما تواجد المسلمين في الأندلس فاقتصر على مملكة غرناطة، وكان يحكمها أبو الحجاج النصري. سلاطين بني تغلق في الهند وعليهم محمد الثاني جونة بن تغلق. وفي فارس كانت دولة بني المظفر وعليهم مبارز الدين محمد المظفري، والدولة الجلائرية المغولية في العراق وعليها تاج الدين حسن بزرك الجلائري، وكانت الإمارة العثمانية في غرب آسيا الصغرى، وكان سلطانها أورخان الأول ابن عثمان الأول.
أما دولة المماليك في مصر والشام فكان سلطانها الناصر محمد بن قلاوون، وكان أمير الحرمين الشريفين الأمير رميثة بن أبي نمي الأول الحسني، وكان سلطان الدولة الرسولية في اليمن المجاهد سيف الدين علي بن داود الرسولي. الدولة الرسولية. تعد دولة الرسوليين التي اتخذت من تعز عاصمة لها من أطول الدول عمراً في تاريخ اليمن الوسيط، إذ استمرت قرنين وثلث القرن وحكمها 15 ملكة، أولهم نور الدين عمر الرسولي، وآخرهم أبو القاسم صلاح الدين بن الأشرف الرسولي الذي انتهى أمره في العام 858 هجرية على يد الطاهريين. أعلن الرسوليون استقلالهم عن الدولة الأيوبية في مصر في العام 630، وخطبوا للخليفة العباسي، وظلوا على ولائهم للخلافة العباسية ويخطبون لآخر خلفائها المستعصم حتى بعد زوال الدولة العباسية في بغداد ب 156 عاما. تمكن الرسوليون بقيادة الملك المنصور من توحيد اليمن كله تحت حكمهم، ودانت لهم القبائل والأسر الحاكمة كالأئمة الزيديين في صعدة وآل حاتم في صنعاء، وواجهوا تمردات مختلفة من والي صنعاء ومن الأمراء الزيديين ومن والي حضرموت وغيرها. وخلال حكم المجاهد بن المؤيد الذي دام 43 سنة جابها فيها أعنف وأعتى التمردات ضد ملكه، وأظهر صموداً وعناداً وحنكة في مجابهة المستجدات تجعله بحق واحداً من عمالقة الرسوليين. وشهدت السنوات الأخيرة من حكمه تصدعاً في وحدة اليمن السياسية، وتمكن الأئمة الزيديون في القسم الأعلى من اليمن حتى ذمار وسلخوه من جسم الدولة الرسولية. استمر الحكم في أبناء المجاهد الذين واجهوا الخلافات الداخلية إضافة إلى التمردات المتعددة، واستطاعوا المحافظة على مناطق نفوذ الدولة الرسولية، ثم أخذت دولتهم تزداد ضعفاً جراء تزايد نفوذ الطاهريين وبسبب المنازعات الأسرية على السلطة التي كان آخرها بين الملك المسعود والملك المظفر الثاني. وقد استغل مماليك تهامة الحرب بين الملكين فنصبوا الأمير حسين بن الملك الظاهر ملكا، ولقبوه بالمؤيد في العام 855 هجرية، لنجد ثلاثة ملوك رسوليين في وقت واحد يتنازعون الملك والسيادة. وقد شجع هذا التنازع ولاتهم وحلفاءهم من بني طاهر على الطمع في وراثة بني رسول، وذلك بدخولهم عدن عام 858 وأسر الملك المؤيد آخر حكام بني رسول بعد أن دام حكمهم 225 عاما. صادف هذا اليوم نهاية سنة 75 و200 وألف للهجرة الموافقة لسنة 58 و800 وألف ميلادية. وفاة أحمد عارف حكمت. في هذه السنة توفي القاضي أحمد عارف حكمت، ينتهي نسبه إلى بيت النبوة من نسل الحسين بن علي رضي الله عنه، وهو تركي المنشأ مستعرب اشتهر بخزانة كتب عظيمة له في المدينة المنورة تعرف إلى اليوم بمكتبة عارف حكمت. تقلد قضاء القدس ثم قضاء مصر فقضاء المدينة المنورة، وانتهى به الصعود إلى أن ولي مشيخة الإسلام في الآسيتانة، فاستمر 7 أعوام ونصف عام، وأقيل سنة 1270 للهجرة، فانكب على العبادة والمطالعة. له نظم باللغات العربية والفارسية والتركية، وكتاب بالعربية سماه الأحكام المرعية في الأراضي الأميرية، ومجموعة تراجم لعلماء القرن 13، وله ديوان شعر بالعربية التركية
والفارسية توفي بالأستانة عن عمر ناهز 75 عاماً.